وليد، وصلنا إلى الدكتور ياسر الدوسري. يا الله، أجمل الفقرات وأقرب الفقرات لقلبي. يعني وأنا من هو أكثر قارئ أنا أحبه صراحة. والله أنا من محبين تلاوة الشيخ ياسر الدوسري جدا، وطوال حياتي وأنا أستمع له من وأنا صغير. يمكن الشيخ ياسر الدوسري كتلاوة أنا أحب تلاوته جدا، وكان لي قراءتين، القراءة القديمة هي طبعا الأقرب لقلبي يعني، والقراءة الجديدة، ودي الحاجة اللي كمان وردت في المقطع اللي انتشر. يعني لما سألني الشيخ عمر الحاج قال لي أتحداك تقلد الشيخ ياسر الدوسري، فأنا ما قلتوش على طول، قلت له القراءة القديمة ولا الجديدة؟ قال لي أجل في خبرة. ما شاء الله تعالى. فسمعته القراءة القديمة اللي هي اللي انتشرت يعني. ممكن أسمعك المقطع اللي أنا قلته من سورة قاف؟ ايه تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما شاء الله، جزاك الله خير. احس ان النهارده وليد فاكهه البرنامج كده، الفاكهه اللي جت كده من غير ما حد يعني. ما شاء الله، انت وجودك هو لوحده. الله يسعدك والله. ناخذ القراءة الجديدة عشان بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. جزاك الله خير. حسن، تبارك الله فيك، الله يكرمك.